بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الإنترنت. مبروك عيدكم إن شاء الله، مبروك العيد على جميع الإخوة العرب عامة والمغاربة خاصة. مبروك عيدكم، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله وبطول العمر إن شاء الله. نكمل اليوم إن شاء الله مع دروس البيتكوين ودروس العملات الرقمية. كيف مشوا أن البيتكوين حطم رقم قياسي 4821 دولار، 4821 دولار، هذا رقم قياسي. غالبا البيتكوين غادي يوصل إن شاء الله ل 5000 دولار، غادي 5000 دولار يقدر يفوت 5000 دولار. بالنسبة للإيثيريوم 389 دولار، البيتكوين كاش حتى هو غادي في ارتفاع كبير، يقدر يوصل 700 ولا 800 دولار، أون سي جامي. بالنسبة للعملة اللي مهمة بالنسبة لنا اللي هي اللايت كوين. اللايت كوين دي كنشرحها واللي كنت انتريسي عليها، فاش كانت كتساوي 42 دولار، دابا كيف ما شفتو 81 دولار، تقريبا في لو دوبل. بالنسبة للنيم 0.33 دولار، دابا 10%. اللي مهم بالنسبة لنا هو النيو، طاح في القيمة ديالو نظرا للأخبار التي تروج أن الصين غادي تقنن لي زاي سي او كما شرحت في الفيديوهات السابقة، مما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار ديالو، ولكن نراه متشبث بالنيو وكنظن أنه غيرجع وغيرجع بقوة. بالنسبة للأوميز جو 12 دولار، وهي عملة صاعدة. أوميز جو 12 دولار، انا كنعتل الاوميز جو 50 ولا 60 دولار، تقدر توصل لها. وبالنسبه للعملات اللي انتريس اللي حنا تقريبا انتريس لها، عندنا الليسك، وعندنا ستراتيس، وعندنا الويف. كيف ما شفتوها هما في تصاعد كبير جدا. البيتشير البارح فاش كنت درت لا فيديو 0.14، دابا صعود كبير 0.16 دولار. تقريبا جميع العملات في ارتفاع كبير جدا، نظرا لان تقريبا من البارح اليوم دخلت تقريبا 7 ولا 5 مليار دولار. قبل يومين كان هنا 162 مليار دولار، من 162 مليار دولار تقريبا 15 مليار دولار في يومين، 15 مليار دولار اللي ضخت في سوق العملات الرقمية، وهذا رقم خيالي جدا، هذا رقم خيالي. وبالنسبة لي أنا هذا السوق ديال العملات الرقمية هو سوق مهم جدا، وخاصنا نعطيه الاهتمام ونعطيه القدر الاهتمام بالقدر الكافي ديالو، لأنه فرصة سانحة اللي باغي يحقق واحد المدخول، ومدخول مهم جدا، خاص غير الرغبة وخاص الاستثمار، وإن شاء الله يكون كل شيء بخير. وأنا أكرر بأن الآراء اللي كنقول في هذه القناة هي آراء شخصية ديالي، ماشي نصيحة للاستثمار باش ديروا باش تستثمروا في أي عملة. قبل ما تستثمروا في أي عملة ديروا لي غوشيغش ديالكم، ديروا الأبحاث ديالكم. أنا غير مبتدئ، تنشوف تنحاول نقلا انفورماسيون، كنحاول نبحث على المعلومة ونوصلها لكم. أنا غير وسيط بين المعلومة، نقلب على المعلومة ونشوف فين كاين الجديد ونجيبه لكم. أما نتوما اللي بغى يستثمر في أي عملة يمشي يقلب عليها ويدير دي غوشيرش عليها ويدير أبحاث ديالو عادة باش يستثمر في أي عملة. ومن بين الأبحاث اللي غادي يدير يقلب على لا 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 الهدف ديال العملة، يقلب على سنين العملة، على التاريخ ديال العملة، على الستاف وعلى التيم واللي وراء العملة. هنشوفوا مجموعة من الأمور في هذا الفيديو اللي جديد إن شاء الله، اللي عمرني ما شرحتها غنشرحها في هذا الفيديو. نكملوا في الأسعار ديال العملات الرقمية. بالنسبة للإيثيريوم كلاسيك كان 20، كان 15 دولار ولا 20 دولار. نيو فين كيف ما شفتوا في هبوط حاد، غادي نتسناو باش غادي يطلع. فاش غادي يطلع ان شاء الله غادي يكون واحد الصعود قوي جدا. فوالا بالنسبة لكيف ما شفتو الليسك 7.59، انا كنت خديت الليسك ب 4 دولار، دابا 7.59،
ستراتيس 6.97 والويف 5.84. بالنسبة للعملات اللي كنت شرحت في القناة، كنت شرحت عملة ديال الريد كوين. الريد كوين غادي القول ماشي هادي، الريد كوين دوت دي، هادي الريد كوين. لا سي با سا، ماشي هادي، عفوا الريد كوين. الريد كوين شرحتها و سمحوا لي كونيكسيون ثقيلة. الريد كوين هي هادي، شرحتها في القناة وعرفت واحد القفزة نوعية كبيرة جدا، أنها وصلت تقريبا لواحد، وصلت 36. بس نشوفوا إن شاء الله اليوم، شوفوا فين وصلت. كانت وصلت 36 ولا أكثر من 36، من 24 ساتوشي تقريبا وصلت 36. نشوف 29 دابا، ولكن كانت وصلت تقريبا 34 ولا أكثر، أكثر من 34. كانت وصلت 36 ساتوشي ولا 37 ساتوشي. شوفوا ديال وان داي، ست سيفن داي تقريبا العملة. فوالا شوفوا البيك ديالها كيف ما شفتو، وصلت 38 ساتوشي، وهي كانت غير تقريبا 24 25 ساتوشي. 29 كانت في واحد الوقت قبل من 29، هنا كانت تقريبا 24 ساتوشي كيف ما قلت لكم، من 24 ساتوشي 37 ساتوشي، راه تقريبا واحد الكمية كبيرة. لأن إلا خديتي بحال هاد العملات كتكون عندك واحد الكمية كبيرة جدا، غير الفرق ديال 10 ديال ساتوشي كيطلع لك رأس المال ديالك. وشفنا العملة ديال فيرج، كنت شرحتها فاش كانت تقريبا بين 56 حتى ال 60 وهبطات حتى 40. فيرج شوفوها شحال كانت، شحال وصلات. فيرج كانت وصلت 115 ساتوشي، وكانت كتساوي تقريبا تساوي تقريبا 58 ساتوشي. فوالا رجعوا للبيتريكس، رجعوا للبيتريكس نشوفوا مجموعة من الأمور اللي باغي نشوفها معاكم، وقيل عمرني ما شفتها معاكم. نشوف واحد القضية في لو تري ديال البيتريكس، انك تريي على حساب العمولات اللي تزادت غير صامو، يعني تزادت العمولات اللي يلاه تزادت، ما كانش في البيتريكس، يعني تزادت مؤخرا. غادي نديرو لو تخي، ولا غادي نديرو لو تخي على حساب العمولات المضافة ديغنييغمون، يعني غير صامو، وغادي نشوفو شنو هما العملات اللي تزادو. مثلا اخر عملة تزادت هي البيتكوين كاش، اللي تزادت في البيتريكس هي البيتكوين كاش، من وراها الكوانتيوم، من وراها هاد العملة، موراها سيفيك، أوبينز جو، أديكس، ستورج، ميتال، و تين إكس. مثلا كتختار بعض العملات من هنايا وكتحاول تستثمر فيهم، لأنهم هاد العملات باقي يلاه يلاه تزادو، ولا يلاه تضافو في لو سيت، غيكون عندهم واحد المستقبل كبير جدا، ولكن كيكون لو ريسك كبير، وكبير بزاف، كيكون لو ريسك كبير وكبير بزاف. كاين واحد القضيه اخرى، انك تشوف العملات اللي طالعين. مثلا بالنسبه ليا كتشوف كتكلاسي على حساب على حساب الشانج، يعني شنو من العمله الاكبر اللي فيها اكبر ربح حاليا، هي العمله هذه ديال بي تي سي تريك اللي فيها 173%، نوراها نايف كوين اللي داير 100%. تا هو نايف كوين عملة اللي كانت من العملات اللي دارت ضجة فيها مؤخرا. والبيفيكس اللي كنت شرحتها في القناة دابا، راه حتى هي كانت تساوي 2 دولار، دابا وصلت 4 دولار. البيفيكس عملة حتى هي جد مهمة، خصكم تشوفوها.
توت فاصون كتشوف هنايا، كتشوف العمولات الصاعده اللي تقدر تخلق الحدث. مثلا اعطيكم غير اكزامبل، مثلا نشوفوا مثلا مكتبه لي انا عمله اللي مستثمر فيها، واخا مبلغ قليل جدا، ولكن تقدر تبان هاد الايامات، اللي هي سياكوين. السياكوين كتب لي انا واحد لو بوتونسيال كبير جدا عندها، وان هاد العمله تقدر تضاعف على الاقل، الا ما تضاعفتش بزاف تقدر تضاعف 5 مرات ولا 6 مرات، 5 مرات ولا 6 مرات. يعني مثلا استثمرنا فيها 40 دولار، نقدروا من هنا لواحد 2 مو ولا 3 مو ولا 4 مو تولي عندنا مثلا 200 دولار ولا 300 دولار. بالنسبة لي انا في السياكوين باغي نستثمر فيها غير على الاقل واحد 50 دولار، وننساها، نديرها بحال ما كايناش 50 دولار، حطها في السياكوين وتنساها. دابا تقريبا عندي شي 8 ولا 10 دولار، غنبقى نزيد بشوية بشوية حتى نوصل ل 50 دولار في السياكوين. فوالا، وما عنديش في هذا لو كونت، هذا عندي في واحد لو كونت اخر ديال بيتريكس. تخي بيان، فوالا. هاد الحلقة بسيطة، نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا فيديو. كيف ما شفتوا دابا انا عندي واحد لوبجيكتيف، وصلت لجوج دابا مثلا نيو. لوبجيكتيف ديالي ان شاء الله نوصل لجوج لايت كوين. انا في هذا الاسبوع ان شاء الله نقدر نوصل لجوج لايت كوين، ونعاود تاني نشري من ال اس كا، ونشري من الاوميز جو، ونشري من 10 اكس. تقريبا هاد 5 ديال العملات اللي غنركز عليهم. بالنسبه لهاد الاس بي دي ديال 60 دولار، هادو هما الربح ديالي من الموقع ديال 60 دولار، وان شاء الله هاد 60 دولار هي اللي كنحولها للعملات اخرى. كيف ما شفتوا الهيستوريك ديال هنا، غتلقاو العمله ديال 60 دولار، الارباح ديال من 60 دولار. كيف ما شفتوا تقريبا الموقع الوحيد اللي كنخدم به هو 60 دولار تقريبا. كيف ما شفتوا هنايا كلشي 60 دولار. هادو بعض المواقع الاخرى اللي كتخدم بالريفيرال، راه مشروحه في القناه، مثلا ديال الضوء وديال البيتكوين، ولكن قليل جدا. ولكن اغلب كيف ما شفتوا لي فيرمون، اغلب لي فيرمون كتلقاهم من 60 دولار. تشوفوا مثلا، غير نعطيكم اكزامبل، مثلا بحال اليوم 5 دولار تقريبا، 5 دولار في 1.77، في 1.44، 0.36، 0.16، يعني ما يقارب تقريبا 8 دولار، تقريبا 8 دولار ولا 10 دولار في النهار تقريبا ديال السيم، كتحولها للعملات رقمية أخرى. فوالا، كيف ما شفتوا تقريبا الأرباح غير من الموقع ديال السيميت، اللي هو تقريبا أحسن موقع لقيته ديال الربح من الإنترنت. ولكن خاصو الخدمة بجدية، خاص الخدمة تكون بروفيسيونيل شوية، وتخدم مع الناس بمعقول، وتخدم بجدية، ماشي تجي غير ديرو غير باش بحال فيسبوك صديقة. إلا درتي ديزارتيكل خصهم يكونوا ديزارتيكل مزيانين، وخص تكون الخدمة تقريبا تكون دير شي حاجة ديالك نتا. فوالا، تقريبا وصلت معاهم 210 دولار، وهذا الموقع جد رائع. يعني هاد 210 دولار نقدر تاني لو بغيت ناخدها، نقدر ندير باور دان هي 142 سيم، كل سيم كيساوي 1.5 دولار. وهذا الموقع جد رائع. ما تنساوش تاني، ما تنساوش البيت كونكت اللي هو موقع حتى هو جميل جدا بالاستثمار، ولكن فيه مجازفة، انك خصك تانفيستي تحط فيه 100 دولار، وهذيك 100 دولار غترجع لك 299 يوم، وكل نهار كتاخد الارباح ديالها. هاد الموقع باقي ما سحبتش منه، تقريبا باقي ما وصلش للحد الادنى للسحب، اللي هو 18 هو 20 دولار، عندي تقريبا 19 دولار. ان شاء الله ان فون نسحب من هذا الموقع عندي لكم الفيديو ديال السحب. مشوا الارباح ديال الموقع، الانفستيسمون 100 دولار 19.13 دولار، هو الربح من الموقع تقريبا ان فون نوصل ل 20 دولار يكون عندي الحق في السحب.
وندير لكم فيديو إن شاء الله على طريقة السحب، وباش تشوفوا المصداقية ديال هذا الموقع. نتمنى نكون توفقت شرح ديال هذا.